يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول معلوم أن العلماء رحمة الله عليهم يمنعون تأويل صفات الله، وأنه يجب الإيمان بها كما وردت في نصوص الشارع، فلماذا أول قوله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيد على أن المراد بالأيدي هي القوة؟ هذا في اللغة، الأيدي في اللغة هي ما هي بأيدي بالياء، أيد بأيد، ما قال بأيدي بالياء، قال بأيد أي بقوة، أيدناه يعني قويناه، أيدناه يعني قويناه، فداود ذي الأيدي يعني القوة، كل الناس لهم أيدي، لو أن المراد الأيدي الجوارح ما هو بس داود، لكن المراد أن الله أعطاه القوة. واذكر نعم داود ذي الأيدي، إنه واذكر عبدنا داود ذي الأيدي أي القوة، فالأيد القوة، أما الأيدي بالياء فهي الجوارح. نعم، فنحن ما أولنا القرآن يا أخي، نعم ما أولنا الصفات، ما هي بصفة هذه، نعم.